معلومة على الرغم إنها خفيفة وقصيرة بس مهمة جدا. كلمة provided that أو تعبير provided that وممكن تقوله providing that من أهم التعبيرات اللي موجودة في اللغة الإنجليزية وبيربط جملتين ببعض. معناه بشرط أو طالما. ما تيجي ناخد مثال عشان نفهم أكتر. لما أقول لك مثلا you may come with us to the party، أنت ممكن تيجي معانا الحفلة. Providing that أو provided that you behave yourself بشرط إنك إيه؟ يعني تتصرف بطريقة حلوة وتبقى مؤدب وحلو كده. مثال تاني we can win this match، إحنا ممكن نفوز بالماتش ده أو بالمباراة دي. Provided that بشرط أو طالما we give it all what it takes، طالما هنديله كل ما في طاقتنا أو كل ما في وسعنا. Provided that وممكن تقولها برضو providing that طالما أو بشرط. سيبوا لي تعليقات تانية وجمل وأنا هصحح لكم لو في أخطاء عشان نمارس مع بعض. لو الفيديو عجبك شير ولايك وسلام.